يلا شباب، ادينا يلا هو رجعنا لكم اهو فيديو تاني، وهنشوف يلا بقى مستوى بقى التلج. يا نهار ابيض، احنا عايزين نشوف كلام كده. ايه كلام كده بقى ولاد؟ شك شك وما لسه نن، واعملوا لايكات كده واعملوا اشتراك. نن رن 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 ماما، تبعات اللعبة دي حلوة ولا ايه؟ هي بتتصل عن طريق جوجل صح؟ بقى عادي بننزل برضه من جوجل بلاي. ايوه نزل جوجل بلاي، مش متعدلة دي، متعدلة. اوكي يا شباب، الحالة النارية. وبقى عندنا حاجات أحسن طبعا، وهنشوف طبعا 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 طبعا. واحنا وصلنا لمرحلة النارية بس حاجة انت هتخسر. لا 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 متقلقش، احنا النهاردة هنظبطهم سكاكين. السكاكين والله. هو انا نونا ايه هنضيع كده الفيديو على الفاضي يا عم. الشباب بيحبوا يتفرجوا على الحاجات دي، بيحبوا حاجات الحرب. كنت انا هو عامل هعمل لهم دلوقتي مقطع، ده هيضحكوا عليه ضحك. مقطع ايه يا عم؟ ده مقطع مسلسل. مقطع شوفوا مقطع. المقطع ده هو بينزل الساعة 6 المغرب. 6 ايه ده؟ هجوم هعاقبكم. خايفين 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 من احمد الدكتورة. محمد الدكتورة فرخة الاسطورية. فرخة الاسطورية، يلا يا فرخة الاسطورية ورينا قوتك يا فرخة الاسطورية. ايوه يا جماعه، جمع كده.
تقدموا تقدموا، فيديو يستاهل يوصل لستين ألف لايك. أنا خدت مديم الكامل. خدت ضربة القاضية وصلت لزي الجاي بسلام. لا أنا أملك بيتهي.